تواصل القوات المسلحة في تطوير ورفع كفاءة الضباط وضباط الصف والجنود والأسلحة لرد المعتدي وفرض سيادة الدولة واستقرارها. كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بالجيش الوطني اختتمت الدورة التدريبية لجنود سرية سلاح الكورنيت، وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الكتيبة المستمرة لرفع كفاءة العناصر من الضباط وضباط الصف والجنود، وذلك استعدادا لإرسال تعزيزات جديدة إلى وحداتها المرابطة في محاور سرت الجفرة. فيما أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن وحدات الجيش تمكنت من تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الدفاع الجوي والطيران والقوات البرية والبحرية، مضيفا أن الجيش الوطني جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والميليشيات الإرهابية والإجرامية بعد تحسين محاور سرت والجفرة عسكريا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الحل العسكري جاهز وبقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقيات. وفي غضون ذلك أعلن الإعلام الحربي للقيادة العامة أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة استطلاع تركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت. وكان الجيش الوطني قد نشر منظومة بوك، إحدى أفضل منظومات الدفاع الجوي على مستوى العالم، حيث بإمكانها التصدي للأهداف الجوية المعادية من مدى يبدأ من 30 إلى 50 كيلومتر، ويمكنها كشف الأهداف المعادية من مدى 160 كيلومتر. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.